كورني بخبز طاكوس اللي كيجي حتى هو غزال بحشوه ديال الدجاج كيجي رائع جدا. انا كان عندي هذه الوصفه كنت كنديرها بزاف في رمضان كتجي زوينه بزاف. المهم نبداو بالحشوه ديال الدجاج. تلاقى لوليداتها كيدو مع مدرسه هي كتلاقى المدرسه يعني هذه الوصفه كاملين تاع الكوتي ديال المدرسه يا في رمضان كتجي مزيانه وحتى دابا في هذه الوقيته تجي وفي هذه الوقيته الكوتي تاع الوليدات راه كيعرفوا الوليدات كيبغيو شي حاجه اللي هي زوينه وكيبغيو يديو معاهم كوتي اللي هو زوين. وفاش كيمشيو فاش كيمشيو هكا المدرسه راه كيجيو من الحماس ان كيشوفوا الوليدات الاخرين كياكلوا حتى هما كياكلوا واخا ما ياكلوش ليك في الدار كياكلوا في ليكول. المهم نبداو ان شاء الله بالوصفه ديالنا. نبداو بالحشوه هي الاولى حتى خصها تكون بارده باش نخدموا بها. كناخذ واحد المقيله كنوضع فيها زيت نباتيه ومعلقه صغيره ديال الزبده. انا كنضيف الزيت والزبده حيت كيعطي واحد المذاق زوين في الحشوه وما كيخليناش حتى داك الزيت يتحرق لينا. المهم كنخلي المقيله ديالي حتى كتسخن مزيان. كنضيف عليها البصله مشلضه حتى كتهبط. كنضيف فلفل مقطع مربعات. انا درت الفلفل الحمراء تقدروا ديروا اي نوع متوفر عندكم خضر ولا صفر ولا اللي بغيتوا ولا تخلطوا جميع الالوان. من بعد كنضيف قطع ديال الدجاج اللي كتكون مقطعه قطع صغيره بزاف. خصنا نقطعها قطع صغيره صافي. وكنخليو الحشو ديالنا يبدا يطيب. عاد من بعد كنضيف التوابل. كنضيف معلقه صغيره ديال الموطارد، بودره ديال الثوم اللي ما كانش متوفر على بودره ديال الثوم في الاول فاش يضيف البصل يضيف جوج ديال الفصوص ديال الثوم محكوكين. وكنديروا بالنسبه للتوابل فلفل اسود، القليل من الزعتر باش كنسم. انا ديما الوصفات ديالي كيعجبني نسم بالزعتر كيعطي واحد المذاق رائع. كندير واحد شويه ديال الملحه، الخرقوم بلدي، وكنحرك مزيان ديك التوابل وكنخلي الحشو يطيب على خاطره. ولكن ضروري الحشو اللي كيكون فيه الدجاج تكون البوطه مجهده لان كنعرفوا الدجاج كيطلق لينا الماء وحنا بغينا الحشو ديالنا يكون ناشف ما يكونش فيه الماء. يعني كنطيبوه على عافيه تكون مجهده. وراه الدجاج دغيا كيطيب ملي كيكون قطع صغيره وصدر ديال الدجاج دغيا كيطيب. صافي اخر حاجه من بعد ما كنطيب الحشوه ديالي كنضيف شويه ديال المعدنوس هكا مقطع كيبقى اختياري. وكنضيف ثلاثه القطع ديال الجبن المثلث اللي كيعطيهم واحد المذاق وكيعطي واحد المذاق للحشوه كتجي معلكه ولذيذه لذيذه بزاف. اللي ما متوفرش على الجبن يقدر يضيف كريمه ديال الطبخ او الياغورت الطبيعي اللي متوفر عندكم. يعني عندنا بدائل يا قطع ديال الجبن المثلث او كريمه ديال الطبخ ولا ياغورت طبيعي. هو بالجبن كتجي صراحه رائعه جدا. صافي كنحركو مزيان وكنطفو البوطه ديالنا ونخليوها كتبرد على خاطرها. من بعد كنحتاجو الخبز طاكوس. بالنسبة خبز طاكوس راه كيتباع جاهز أو لا تقدرو تصاوبوه في الدار. المهم أنا استعملت الجاهز وكنصاوبو حتى في الدار. حتى نيت الفيديو ديالو في القناة ديالي. المهم أنا خدمت هاد المرة غير بالجاهز. كناخدو الخبز طاكوس نعطيك غير الطريقة. كناخد دائرة كيكون دائري كنقسموها على جوج من الوسط وكل نصف كنعاودو نقسموه على جوج يعني كيعطيونا ربعة الوحدات. من بعد غادي نجيب واحد شويه ديال الماء والدقيق باش غادي نلصقو دوك الجوانب. كاين اللي كيدير بياض البيض ولكن انا كنفضل الماء والدقيق لانه كيلصق مزيان وما كيخليش ديك الزفوريه في العجين ديالنا. بالنسبه لهاد لي كورني راه بدون قوالب يعني بلا ما يعكزوا السيدات يقول لك خصني نقلب على القوالب ديال لي كورني وداك الشيء. راه بدون قوالب كنجيبوا ديك القطعه اللي قطعنا يعني كل دائره كنتحصلوا على على قطعه كنشدو كنلويوها على شكل مثلث وكنلصقوا داك الجانب ديالها. بالنسبه اللي ما فهمتش الطريقه وبغات تشوفها راني حاطها بالتفصيل راه سهله بزاف راه في القناه ديالي على مطبخ وشهيوات كريمه ومرحبا بالجميع باش تشوفوا الطريقه. وحتى نرسل لك الصور ديال هذا بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الانترنت راه نرسل لك الصور كيفاش طويت هذا كيفاش طويت هذه باش حتى هما يستافدوا. المهم كنكمل الكميه كامله وكنلصق دوك لي كورني ديالنا. من بعد كنعمرهم ديك الحشو اللي كيكون بارد وكنزيد الجبن المحكوك الاحمر كنحك الجبن الاحمر. وبالنسبه لي كورني ما تعمرهمش بزاف باش هكا منين كنديرهم يطيبوا ما يفيضوش لينا. كنديروا داك الجبن الاحمر باش ملي كيطيبوا دوك لي كورني الجبن كيشد لينا ديك الحشوه ديالنا ما كتهبطش. من بعد ملي كنحطهم انا بالنسبه ليا غندخلهم الفران
كنستفهم في الطاوله اللي كتكون مفرشه بورق تاع الطبخ وكنحطهم من الجهه اللي لصقناها. يعني كنحطوا دوك لي كورني من الجهه اللي لصقنا صافي. وانا كاضافه كندهنهم باصفر بيضاء وكندير فيهم قطرات ديال الصوجا، كتبقى اختياري. اللي ما بغاش يدهنهم ماشي مشكل، غير هما فاش كيطيبوا كيعطيو ديك اللمعه، كيجيو لامعين. راه صيفط لك الصوره ديالهم، كيجيو صراحه رائعين وكيجيو كيشهيو. واللي ما بغاتش تصدع راسها بالفران ولا طيب في الفران، غادي ديرهم فقط غير في المقلاة الثقيله، كل مره تقلبهم هما طيبين وواجدين. بالنسبه لي انا دخلتهم الفران اللي كيكون مسخن من قبل من الفوق ولتحت على 200 درجه، كيطيبوا ويتحمروا ونخرجهم ونقدمهم بالصحه والراحه. راه كيجيو رائع، ديك الحشوه ديال الدجاج مع داك الجبن ودوك المذاقات، يعني كيعطيو واحد المذاق رائع. ووصفه اللي حتى هي ساهله جدا، سهله دغيا كتوجد. هما لايقين الوليدات يديهم مدرسه اولا في الويكاند بحال هكا كياخذوهم، وهذه فرصه انه اي خضيره عندنا نشحروها مع الدجاج، مع اي خضيره، اي يعني مع الفرماج داكشي اللي انا عطيت الدجاج. السيدات راه تبارك الله كيتفنوا في الحشوات، يديروا حشوات اللي هي مختلفه. انا عطيت حشوه ديال الدجاج وهما كتبقى غير الفتره وكتبقى غير الطريقه ديال الدجاج. اللي كانوا خضيره هكا الوليدات اللي ما تياكلوهاش هكا مطحونه ولا محكوكه، داكشي اللي كاين على لساننا. الله يعطيك الصحه. You.